دي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة وأسبوع عكس الاتجاه تماما، كل شيء فيه ماشي بطريقة الله أعلم بيها. كنا حاطين طبعا سيناريوهات للحلقة، مؤكد ما حدث في مباراة الكأس يعني يستلزم مننا بعض التعديل في هذا الأمر، لكن هي فقرات بإذن الله هتجيلكم بعدين ما بتموتش يعني. في كل الأحوال يظل التحكيم هو محور الأحداث، ولا يمكن أن يكون الأمر مجرد صدفة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. هي بالفعل أيام اختبارات العدالة، حبيتوا تسموه اختباراتنا احنا كمان بالظبط، ازاي واحنا على تحمل محملين بكل ما نعرفه ومحملين بكل الضيق اللي جوانا والمخاوف، ومش عارف لن تسيطر على نفسك امام الكاميرا وتقول الامور بشكل يعني ربنا قدرنا يكون بشكل معتدل جدا وموضوعي جدا باذن الله، وننتصر على ما نعرفه. هو جسنا زي ما قال لكم المهندس عدلي، هي يعني ايام تبدو فيها الاحداث عكس الاتجاهات، وايام يظل الاختبار الحقيقي فيها للصفاره. مفيش اي حاجه في الدنيا هتمشي بدون عداله، وعداله مطلقه بين كل الاطراف، والتحذير من مخاطر انتهاك العداله هو ده جرس الانذار الحقيقي. اديني حق ومالكش دعوه ان انا وحش ولا كويس، اديني حق واخسر انا كلاعب كتير على فكره، اخرج ادخل مش بتاعتك. معيار العداله انه يكون لك معيار ثابت على الجميع، مش كلها في اتجاه واحد، مش كلها في اتجاه واحد. فاحنا احنا بنقول الشاشه هتتكلم والارقام هتتكلم واللقطات هتتكلم، ومجهزين لكم من ماتش النهارده من الماتش السابق حاجات كتير يعني، من الماتشات اللي قبليه. طيب النهارده الاهلي بيخرج من كاس مصر من دور الثمانيه قدام الاسيوطي بهدف، لكن ضربه جزاء الاوضح، يمكن حتى الكابتن عادل عبد الرحمن واحنا داخلين بيقول لي ده كان في واحده كمان في الشوط الاول لمحمد هاني، الناس كتيره ما وقفتش عندها، اتمنى ان فريق الاعداد يحاول يجهزها. لا، وضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش نيه عدم احتسابها، لا نيه عدم احتسابها انها مركبه. يعني في عرقله متعمده من حارس المرمى اللي كان على الارض وقام ووقع صلاح محسن، ثم التاتش، ثم اللي الحكم الخامس ادى بعد ما شافها ادى ظهره يشوف بيسجد باللاين زمان، الحقني اعمل ايه، والحكم بيشاور. هو لو وقفنا عندها يا جماعه شويه اهو كابتن حسام وكابتن سيد هيتجننوا يعني، ليه كده بقى؟ امتى بقى؟ شفت سلوك الحكم يعني؟ والثلاث حكام التانيين. هي المشكله ان ديت تحت عين العداله. تحت عين العداله بشكل واضح جدا. الحكم زاويه الرؤيه بتاعته واضحه قوي، والحكم المساعد الخامس اللي ورا المرمى الكوره قدامه، بصوا اهو. الحكم الخامس يعني يعمل لك ايه؟ يعمل لك ايه؟ لما استعان بيه لمثل هذه المواقف. بص ايد الراجل وهو بتوقع صلاح محسن، شايف الحكم ما فيش حاجه تمنعه، والحكم الخامس اللي وراه هو اللي شايفه. فانا يعني حاله تلبس ولا اوضح من كده على الاطلاق. اهي ادي الحكم والتاني وما بينهم لعب الاسيوطي. شوف الحكم الخامس بيبص اللاين زمان المدهش في الامر، المريب في الامر. احنا قلنا كده قالوا اطلعوا من البلد. هنشوف كابتن الشناوي في استوديو التحليل وهو بيسجل رأيه عن وقعة أعتقد دليل بين جدا على أنه الأمور في التحكيم المصري لا فيها حاجة غلط كبير قوي قوي قوي. نشوف الكابتن الشناوي. هنقف هنا عند أول ما الكرة اللي تيجي في دماغ اللاعب اللي بيطلعها نقف، بس نقف بقى، بص نقف المسافه قد ايه من اللي بيلعب الكوره للاعب اللي واقف راح عند ايده بتاعت ستة ياردات، خمس ست ياردات.
اذا عنده مساحه ووقت انه يقدر يتفادى لعب الكره تيجي في ايده. هنا الكره جت في ايده وايده بالشكل ده لازم يعاقب بلمسه يد. خلاص يعني الموضوع مش محتاج ان احنا نتكلم. طبعا الحكم الاضافي لو قلت نرجع بس عشان نشوف مكان الحكم، شوف اللعبه من هنا، بص المساحه هنا ايده مساحه كبيره ومسافه كبيره. المسافه كبيره يعني مش الحكم قدامه كابتن الاضافي، يعني هو الحكم الاضافي بقى نقف عنده هنا. هل الحكم الاضافي النهارده يعني انا عايز اقول ما شافش انها جت في الايد؟ هل دي في اعتباره ان دي مش لمسه يد؟ طبعا هي المشكله النهارده ان احتساب لمسه اليد يعني التعمد. انا شايف هنا في تعمد لان اللاعب في مساحه كان يقدر ياخد يغير اتجاه جسمه، بدل ما يسحب ايده كان يغير اتجاه جسمه اللي هو للخلف، ما كانتش هتيجي في ايده. اذا النهارده المخالفه موجوده، الحكم كان عنده رؤيه، بعتقد ممكن يكون عنده رؤيه، لكن الحكم الاضافي عنده رؤيه 100% انه يقدر يساعد الحكم حتى انها جت في الايد او ما جاتش في الايد. هو كابتن اكيد شافها جت في ايده، بس هو قرار ان هو متعمد او مش متعمد هو ده بتاعه هو بقى. لا لكن كل الناس شافت انها جت في ايده. لا معلش، ما هو شايف اكيد شافها انها جت في ايده. لا اصل نو يكون شافها، لكن المساحه هنا المسافه من لعبه اللي جايه من اللاعب اللي بيلعب الكره بدماغه للي هناك، في ممكن شايف انه بيلعب الكره والكره جايه لي، كان عنده فرصه انه يقدر يشيل. طبعا انا عايز اسال سؤال يا كابتن، لو الكره دي داخله المرمى وما دخلتش ضربه جزاء، يعني هنحسبها مش هنحسبها ركله جزاء؟ لو دخل طبعا هنا لمسه اليد واضحه ويعني القرار طبعا، لكن عدم الاحتساب ده خلي بالكوا هي دي مشكله على مستوى العالم كله في كل الدوريات لمسات اليد، حتى لو بيتابع الدوري الانجليزي دلوقتي. اذا هي ضربه جزاء يا كابتن، هي ركله جزاء. طيب الكابتن شناوي بيقول لك طيب الحكم الخامس، الحكم الاولاني شايفها، الحكم الخامس اللي ورا الجون عنده مساحه رؤيه، قال لك 100% ده هو 100% يعني ده هو محدش يقدر يبقى انفولفد او مشترك في الرؤيه أكتر زي الحكم الخامس. الحكم الخامس اول انطباع هو عمل ايه؟ راح باصص على اللاين زمان، عايز بس ايه يعني حد يخليه يحسب. لكن بص لاينزمان من اول ما جت هنا الحكم بص هيعمل ازاي، بص عمل ازاي، شاور في بتشاور على ايه، بتشاور على ايه، وبعدين بتعمل كده بيقول للحكم الخامس ما تنطقش. فالحكم الخامس بيستنجد باللاينزمان يمكن يساعده اللي هناك. ايوه طبعا. بص الحكم الخامس لف عمل ايه اول ما عمل له كده، ده التاني يعني ايه ده بياخد قرار يعني. لا يا حبيبي لا، ويعملوا اللي عملوه ويقولوا اللي يقولوه. بص وبعدين ايه، بص بقى عمل ازاي، استنى هو بيعمل كده، بص الحكم الخامس بيبص فين. بيبص فين مالك ومال اللاينزمان. طب والحكم الخامس اللي مزروع اللي ورا الجول، ما انا بقول لك هو انا بتكلم على الحكم الخامس. ايوه الحكم الخامس لما عمل له كده بص على اللاينزمان لعل ولا عسى يدعمه.